السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو التوضيحي لتوريد وتركيب أنظمة التكييف الباكج المركزية بمشروع أسواق الجداف التجارية بمدينة جيزان. طبعا في هذا المشروع تم الانتهاء من توريد وتركيب أنظمة التكييف الكونسيلد المخفي، وطبعا في الفيديو ده بنوضح لكم مراحل تركيب أنظمة التكييف. في البداية تم التنسيق والتعاقد مع المالك، تم عمل الحسابات والأحمال التبريدية للمشروع، وعن طريق برنامج الحسابات الهندسية لأنظمة التكييف تم حساب الحمل التبريدي في المكان 230 طن تبريد، متمثلة في عدد 6 ماكينات قدرة كل ماكينة 30 طن تبريد، وماكينتين قدرة كل ماكينة 25 طن تبريد. وزي ما احنا شايفين من البداية تم توريد مجاري الهواء الدائرية، تم التعاقد مع مصنع الضغط وتصنيع مجاري الهواء الدائرية على حسب برنامج الدكت سايزنج، وتم اختيار المقاسات لكل ماكينات على حدة. لو نلاحظ هنا الضغط الدائري تم توريده ما شاء الله تبارك الله على اعلى مستوى على حسب السبيسيفيكيشن والحسابات الفنية. لو نلاحظ هنا ايضا جاري تركيب السيليكون، بيتم تركيب سيليكون بداخل وخارج الضغط لعدم وجود اي نقاط ليكج او تسريب على الاطلاق، وده احنا بنأكد عليه بشكل كبير جدا تحديدا في المنطقة الجنوبية في جيزان. احنا مميزين بشكل كبير جدا ان احنا بنركب سيليكون خارج وداخل الضغط، وده بيحافظ بشكل كبير جدا عدم وجود تسريب على الاطلاق. وطبعا لو نلاحظ هنا ايضا جاري تركيب القماش وطبقة القماش على اعلى مستوى، طبعا احنا مميزين بشكل كبير جدا في تركيب القماش لانظمة التكييف. فلو نلاحظ هنا ما شاء الله تبارك الله القماش راكب على اعلى مستوى بشكل متناسق بشكل كبير جدا. هنا في الصورة الانتهاء من تركيب جريلات التكييف والانتهاء من تركيب جميع القماش على الماكينات عشان يدي منظر جمالي بشكل جيد جدا، بالاضافة الى انه بيزود من الكفاءة التبريدية في المكان. هنا طبعا تنسيق الجريلات كلها اكس تو اكس اكس، ونحافظ على المنظر الجمالي بشكل جيد جدا، وتوزيع كمية الهواء وكمية السي اف ام بشكل جيد جدا في المكان. وطبعا في نقطة جوهرية برضو حابين نأكد عليها، تم تركيب على جميع البرانشات فوليوم دمبر للتحكم في كمية الهواء، ويتم عمل اير بالانس فيما بعد. وطبعا زي ما احنا شايفين هنا المكيفات ماركة كارير، تم توريد الماكينات، وطبعا الوكالة يمكن كانت ملتزمة بشكل كبير جدا معانا في توريد الماكينات على حسب الجدول الزمني. طبعا نسقنا مع الكرين زي ما واضح امامنا في الصورة، وتم عمل القواعد الحديدية على اعلى مستوى. طبعا نسقنا السبيسيفيكيشن والمواصفات الفنية الخاصة بالقواعد الحديدية، وقبل تركيب الماكينات بيتم تركيب رابر منع اهتزاز اسفل الماكينة. طبعا جالي تركيب الماكينات على اعلى مستوى على حسب منطقة السبلاي ومنطقة الريتيرن تغذية والراجع. طبعا جاري تركيب جميع الماكينات على اعلى مستوى ماركة كارير 30 طن تبريد. طبعا الماكينات كلها جاية 10% فريش اير، نقدر نستخدمه على حسب احتياج كل منطقة على حدة. طبعا لو نلاحظ هنا تم تركيب طبقة الالومنيوم كلادنج على الضغط الخارجي، وده مهم جدا. الالومنيوم كلادنج بيحافظ على العمر الافتراضي. في طبعا مدرستين في الضغط ثم العزل ثم القماش، وعلى كده احنا طبعا مميزين بشكل كبير جدا ان احنا بنركب الضغط الخارجي ثم العزل ثم طبقة القماش وعليها الالومنيوم كلادنج، وده بيحافظ بشكل كبير جدا على الضغط الخارجي وعلى القماش وعلى العزل من مياه الامطار والعوامل الجوية الخارجية، تحديدا في جيزان الرطوبة عالية جدا، وبالتالي احنا بنحمي الضغطات الخارجية بطبقة الالومنيوم كلادنج. وطبعا لو نلاحظ هنا فيديو توضيحي الانتهاء من جميع اعمال
التركيبات الداخلية وطبعا الخارجية اللي وضحناها، تم تركيب الثرموستات على اعلى مستوى، المكيفات تعمل بشكل جيد جدا، وتنسيق الجريلات اكس تو اكس اكس، وتوزيع الكفاءة التبريدية في المكان عن طريق الاير بالانس وموازنة الهواء الخاصة بالمكيفات، زي ما وضحنا انه تم تركيب على جميع البرانشات فوليوم دامبر او صمام بوابي، بيتم عمل اير بالانس والتحكم فيه على اعلى مستوى. وده كان هدفنا، ان احنا دايما مبدأنا اعمل لأسوأ الظروف تحصل على احسن النتائج. هدفنا التميز ومحور اهتمامنا رضا عملائنا، وطبعا بنقول لكل عملائنا زي ما كنا معاكم في خدمة ما قبل البيع بالالتزام بالجدول الزمني والمواصفات الفنية، بنكون معاكم ايضا في خدمة ما بعد البيع وتفعيل الضمان على المكيفات، سواء ضمان على اعمال التركيبات او ضمان الوكيل 2 سنين شامل قطع الغيار و5 سنوات على الكمبروسر، وبنكون سبورت بشكل كبير جدا لما العميل يحتاج التواصل مع الوكالة، تفعيل بلاغ الصيانة، الأمور دي كلها بتكون منسقة بشكل كبير جدا طبعا عن طريق المالك وعن طريقنا، ولكن احنا بنكون سبورت بشكل كبير جدا في مشاريعنا في تفعيل الضمان على أعمال التركيبات وضمان الوكالة أيضا 2 سنين شامل قطع الغيار و5 سنوات على الكمبروسر. وطبعا مع الإردواز الفضي هتلبس فرو الدب القطبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي المهندس علاء الدين، الإردواز الفضي للتكييف.